هيك عصير. يسعد لي اياكم، احلى صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم. اليوم عندي جمعه صبايا بالبيت، اتفقنا رفقاتي هيك نفطر سوا، فهيك حبيت احضر لهم شويه اكلات ومقبلات. بتعرفوا هيك الصبايا والنسوان بيحبوا اكلات المقبلات الجانبيه اكثر من الاكله الرئيسيه، فقلت اعمل يالانجي. انا لفيت يالانجي من امبارحه، عملت هيك طنجره يالانجي وفربت تبوله كمان، وبدي اعمل كذا شغله، وحاعمل كمان منزل باسواد بس بطريقه جديده، يعني مو مثل ما بنعملها من قبل. فخلوكم معي لحتى تشوفوا اليوم الاكلات اللي حاضره سوا. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، واذا كنتوا جاي على القناه تنزلوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الاشعارات اول باول. يلا خلينا نبلش الفيديو. اليالانجي مشاركته معكم كثير من قبل، يعني بتقدروا تلاقوه بالقناه، واللي بدها هيك حابه يعني بحط لها رابط الفيديو اليالانجي. حطيت هيك عصير ليمونه، ححط بس رمان، بس رمان كثير طيب مع هاي الاكله، وزيت زيتون هيك قدر فنجان صغير كمان، وشويه ملح، ما حكتر ملح لانه عندي هون هذا اليبرق الورق مشروش، يعني مشروش بملح، انا غاسلته ونقعته بس بضل فيه ملح كمان. والمكون اللي بحبه كتير انا وبضيفه للحشوة وبضيفه للمرقة هو هيك معلقة بن، معلقة صغيرة يعني، بتعطيه طعمة كتير طيبة. وححط لهم هيك شوية مي ما حكتر، ونرفعهم على الغاز. رح اطبخهم اول شي هدول اليالانجي عشان يلحقون هون الافطار هيك يبردوا ويصيروا باردين اطيب. رح اعمل اكلة حلو سريعة بيقولوا لها ميديا، لانها تشبه هيك قطعة الميديا المحار المحشية، فهي يعني بيقالي الاوزي او اليوفكا الرقيقة تبع البقلاوة تنعمل. بدنا قشطة وبدنا فستق ومع زهر. هلا ايش رح تحسنوا انتم تطبخوها على ايدكم، تضيفوا لها قشطة مطبوخة او هيك تجيبوها هي القشطة تبع وش الحليب كمان بتصير، هي ما بتصير في الفرن. رح احط لها هيك قدر يعني 4 معالق مو اكثر، وشوية ماء زهر بيعطيها طعمة طيبة. هلا أول شي أخذت قطعة من الرقايق تبع البقلاوة بقطويها على النص هيك. هلا إذا كانت الرقايق تازة ما بتعذبكم، انا شوي لها يومين عندي فشوي بايته يعني نشفانه، بس ما بيأثر يعني بتزبط، بس مشان ما تعذب. مثل ما انتم شايفين عملت هيك، تركت قرنه من هون قرنه من هون مفتوحه نعجناه. رح احط لها هيك قشطه، وبسكرها هيك على بعضها من الجانبين اللي تركتهم مفتوحين هيك، ولانه انا شوي بايته فبيك بدك اصبعتي مي شويه مي يعني، وبزمها هيك عشان تصير مثل الميديا او الملبسه، عرفتوا علي كيف؟ وبعدين بنقطعها. هيك ناخذ بلبك شوي لفه بس لانه العجينه شوي بايته، بس لو كانت تازه يعني هلا شارينها بتطلع هيك شكلها ارطب يعني، ما بتنشف ما بتنمش يعني.
هلا انا قبل ما بلش بحشيهم شغلت الفرن. دهنت طبعا الصينيه هيك من تحت بالسمنه، اذا كان السمنه حيواني بتطلع اطيب كمان، او زبده يمكن يزيد حار. حادهنهم هيك غرقهم منيح بالسمنه ودخلهم على الفرن. لما اخذ وقت يعني 7-8 دقائق وطلعتهم احمر ودغري، لانه رقيقه طبقاتهم مو كثيره. رح احط عليهم القطر هيك هن مسخنين والقطر بارد عشان يضلوا عم يقشوا. رح اعمل نزلت الباذنجان اليوم هيك بطريقه مختلفه جديده، ومشوي بالفرن شوي بدون ما يعني احنا بالعاده بنقلم الباذنجان هيك وبنقليه بعدين نفتح فتحه وبنحشي. هالمره انا هيك حقلمه وحقسمه هيك بالنص يعني قاربين، وانا دهنت الصينيه بالزيت وحصفهم عليها. خلي وش هذا الاسود من برا للباذنجانة، حافتحها هيك عشان تشوي بعد ما اشويها بالفرن، افعصها واحشيها. رح بخهم بشوية هيك ملح عشان يذبلوا بسرعة. زيت اذا بتحبوا بزيت نباتي او بزيت زيتون بيمشي الحال. هلا ضلهم شي بالفرن تقريبا ثلث ساعة لأخذوا هذا اللون. بتحبوا تعطوهم لون أكثر بيمشي الحال كمان، بس يعني مناح هيك كأنه مقليين وما غبوا زيت وما طلعنا ريحة البيت بالقلي، سخنين بعدهم. بس أنا عم بنقلهم لهون مشان نخليهم بصحن التقديم. الحشوة نفسها للباذنجان يعني حشوة اللحمة والبصلة اللي بنحشيها نزل الأسود العادية. أول شيء بوسع الباذنجان شوي من قرنة ما شقيتها وقت اللي قبل ما أحط لها الزيت وشوية، وبحط لها اللحمة هيك بحشيها بقلبها. شايفين كيف؟ بوسع محل ما فتحتها وبحط لها اللحمة. هيك صارت الأكلة جاهزة. رح أحضر لهم صوص اللي هو من دبس البندورة وشوية فلفل وبهار أسود ومي، وححطهم فوقهم وبالفرن 10 دقايق وقت الإفطار بسوي هي الحركة يعني آخر شي عشان يضلوا سخنين. حبيت زينا هيك أنا
فلافلة تطلع ظريفة. تقدروا تحطوا شرحات بندورة كمان. رح اعمل نوع شوربة هي بالخضار بتساوى، بس انا بس حط بصل اخضر وجزر عشان ياكلوها يعني الكل. هي بنحط لها كوسة تطلع كتير طيبة، كوسة فيها او براسية حتى كمان طيبة. حقلي اول شيء البصلات شوي بس تطلع ريحتهم، وبنزل عليهم بقى الجزر والمرقة الدجاج. هي طيبة حصرا تكون مرقة دجاج يعني، او مرقة لحمة اذا في مرقة عظام كتير تطلع طيبة. ضيف عليه الجزر شوي تقليبتين يعني، كل ما بحط شغلة بعملها تقليبتين عشان هيك تاخد تعطي ريحة حلوة. رح يطلع كمان هيك فلفلاية خضراء تطلع طيبة كمان، ومرقة الدجاج. تغلي المرقة وضيف لها شوية مي لأنه قليلة شوي. رح احط لهم هي شعيريه، هي شعيريه بيستخدموها كثير، بحطوها مع الرز وبيحطوها كمان هيك للشوربه بتطلع كثير طيبه. ما رح كتر منها هي الشعيريه لانه بتنفخ يعني، قدر نص كاسه مي مو اكثر. حطيت معلقة فلافلة يعني دبس فلافلة، وحطيت معلقتين كبار من البندورة، احط لهم مي وملح وفلفل بس، وحطهم فوق الباذنجان اللي قليناه اللي شويناه يعني وحشيناه، وبالفرن خالصة الأكلة. كانت صفة الافطار تبعنا المتواضعة، حبيت كتر اصناف المقبلات اكثر من الاكلة الرئيسية، لانه رفقاتي هيك كمان مثل حكايتي بيحبوا المقبلات يعني التبولة واكلات النسوان مثل ما بتعرفوا بيقولوا اليلانجي هيك شغلات الحامضة انين اكلات من النسوان. وانتي لولو؟ أكيد ما بتحلى القعدة بدون فنجان القهوة وخاصة مع الرفقات، فهيك جهزنا فنجين القهوة وجهزنا طاولة الحلويات. سلم إيديهم كمان الصبايا ما قصروا، ورفيقتي الجزائرية مثل ما بتعرفوا شاركتكم من قبل القناة اللي بتشارك فيها الوصفات، عاملة كلتين حلو مقروطة، وعاملة كمان تارت كتير طيب. بنصحكم تروحوا تشوفوا قناتها وتشوفوا الفيديو كيف عاملته لحتى تجربوها، لأنه وصفة كتير طيبة وناجحة معها.